لبنان عبر الأقمار الصناعية موفد الأخبار جعفر أحمد. جعفر، كيف تابعت يوم التحرير والمقاومة في لبنان؟ تحية لك كريم وتحية إلى كل مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الأعزاء، نحييكم من لبنان ونحن الآن في وزارة الخارجية والمغتربين على الهواء مباشرة. نرحب بالسيد عدنان منصور وزير الخارجية والمغتربين، مرحبا بك عبر شاشة التلفزيون العربي السوري وضمن نشرة الأخبار الرئيسية من المركز الإخباري بدمشق. أهلا وسهلا بكم وتحية للمركز الإخباري وللفريق العامل فيه. شكرا لك. يعني سيادة الوزير، ما المعاني السياسية التي ينطوي عليها ذكرى التحرير وهي أدوات التحرير؟ الحقيقة مما لا شك فيه أن يوم 25 من أيار هو يوم الإرادة ويوم التحرير ويوم النصر. هو اليوم الذي آثر فيه لبنان أن ينتصر على العدو الإسرائيلي المتربص بهذه الأمة منذ عام 48 وحتى اليوم، وقد انتصر. هذه الذكرى تحمل لنا أشياء كثيرة، وهو أنه ليس المهم أن نحقق النصر، ولكن المهم هو أن نحافظ على النصر. طالما أن هناك عدو متربص، عدو يهدد الأمة وما عليها، ويمارس اعتداءاته اليومية على أكثر من دولة، فإننا نحن في المرصاد في وجه هذا العدو، وعلينا دائما أن نتحلى بالوعي ونتحلى باليقظة وبالإصرار والعزيمة لمواجهة هذا العدوان الدائم. يوم النصر هو يوم الكرامة للشعوب العربية وبالذات للشعب اللبناني، الذي من خلال وحدته، وحدة الدولة والجيش والمقاومة والشعب، استطاع أن يحقق النصر على عدو ما زال حتى اليوم يمارس الاعتداءات ويهدد الأمة كلها. ما الواجب الأخلاقي والسياسي لحماية المقاومة وظهرها التي لا طالما تعد بالمزيد من الانتصارات؟ لا شك اليوم نحن في مواجهة دائمة مع العدو الإسرائيلي، ونحن عندما احتلت إسرائيل أرض لبنان لم نترك فرصة إلا ولجأنا إليها، لم نترك مناسبة، لم نترك وضعا إلا وحاولنا أن نلجأ إليه من أجل حمل إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، وبالذات حمل إسرائيل على الانسحاب من لبنان. القرار 425، ذهبنا إلى الأمم المتحدة، عقدنا الاجتماعات وتابعنا المسائل مع الدول الصديقة والشقيقة، ولكن تعنت إسرائيل وعدوان إسرائيل لم يتح الفرصة للانسحاب، ولكن علمنا أن الحق لا يستجدى والحقوق العربية لا تستجدى، ولا يمكن تحقيقها عن طريق فقط الدبلوماسية أو عن طريق السياسة أو عن طريق الاتصالات، لأن العدو عند الشرس الذي يرفض أن ينصاع لقرارات الشرعية الدولية، وهو العدو الذي يمارس سياسة القضم والضم وسياسة الأمر الواقع، لا يمكن أن يؤمن له. لذلك لم يكن أمام لبنان إلا الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يفهم العدو إرادة لبنان الصلبة، وهو المقاومة. لا يوجد هناك أي خيار مع المحتل إلا مقاومته، لأن لا يفل الحديد إلا الحديد، وما يؤخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وكيف الحال إذا كان العدو هو إسرائيل التي ستهدد وهددت ولا تزال الأمة كلها، وهي تهدد تاريخها وحضاراتها ومستقبلها، إلى ما طالما هي إسرائيل موجودة وموجود معها الأمر الواقع. معالي الوزير، برأيك ما هي الوسائل الأنجع كي لا نضيع الدرس الكبير الذي صنعته المقاومة، وكي نحصن سوريا والمقاومة ولبنان من الفتنة التي بات الجميع يفهمها؟ لا شك نحن أمام مرحلة خطيرة جدا، مرحلة لا ترتبط فقط في لبنان، وإنما ترتبط بلبنان وسوريا وبالمنطقة وبالأمة كلها. علينا اليوم أن نتحلى بالوعي، الشعوب العربية عليها أن تتحلى بالوعي وتدرك ما يحيط بها من أخطار ومن مؤامرات. في كل مرة نتحدث عن مؤامرات وكأنهم يريدون يقولون المؤامرة والمؤامرة، وكأنهم يريدون أن يبعدوا عنهم المؤامرات. فعلا هناك مؤامرة تهدد المنطقة وتهدد دول هذه المنطقة، ولا سيما سوريا. سوريا هي قلب العروبة النابض،
سوريا بما تمثله من قيم وما تمثله من مقاومة وما تمثله من ردع لهذا العدو. سوريا التي لم تحد يوما عن خطها القومي منذ عام 48 منذ نشوء هذه الدولة المعتدية وحتى اليوم، سوريا هي على الوعد دائما. سوريا أمام التحدي الكبير الذي يهددها ويهددنا، لذلك فإن المقاومة مشتركة. ليس هناك في وجه العدو الإسرائيلي مقاومات، كل دولة لها المقاومة مشتركة. المقاومة الواحدة هي التي يجب أن تقف في وجه هذا العدو الإسرائيلي، وأن لا نكون مشرمين مشتتين، لأن العدو الإسرائيلي ومن يقف وراءه ومن يدعمه لا يريد لهذه المنطقة لا الوحدة، ولا يريد الاستقرار لدولها، ولا يريد لها التنمية والتقدم والتطور. يريد لهذه المنطقة أن تكون مرتعا لسياساته، مرتعا لكل اعتداءاته، مرتعا لتحقيق أهدافه في منع هذه الشعوب من تحقيق آمالها وتطلعاتها في التحرير، في الحرية، في الكرامة، في الديمقراطية. نعم معالي الوزير، اليوم بات المشهد جليا، ثمة معسكرين، معسكر يدعم المقاومة والآخر يعمل على تقويضها، أنتم كيف ترون ذلك؟ هذا شيء واضح، لأنه منذ نشوء دولة إسرائيل وحتى اليوم هناك معسكران، معسكر يدعم هذا العدوان المتواصل بكافة وسائل الدعم المادي والمعنوي والاقتصادي والسياسي والدبلوماسي، وهناك على الطرف الآخر طرف مقاوم ليس له الخيار إلا المقاومة. عندما يكون هناك عدو يهدد أرضي ويهدد شعبي ويهدد وحدتي ويهدد مستقبلي وتاريخي وكرامتي، لم يعد أمامي من خيار واحد إلا خيار المقاومة، إما الموت وإما الحياة، وهذه المنطقة لن يكتب لها إلا الحياة، وإن فرض عليها لفترة من الفترات الأمر الواقع الإسرائيلي، لأن هذا الأمر الواقع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، طالما أن هناك شعب واع، شعوب عربية واعية تدرك حقيقتها. ونحن نعلق الآمال الكبار على الشقيقة سوريا لأنها قلب هذه المنطقة، ونعلق الأمال على الشعب السوري الشقيق لكي يدرك ما يحيط به من مؤامرات، ويحيط به من فتنة كبرى تهدد وجوده، تهدد وحدته، تهدد مستقبله، تهدد مقاومته. لذلك علينا أن نتطلع للمرحلة ما قبل العامين التي عصفت بسوريا، ونتطلع الآن علينا أن نكون كلنا بوعي واحد، بتفكير واحد، لإنقاذ سوريا من هذه المؤامرة، من هذه الفتنة الكبرى، حتى تستعيد دورها ومن جديد دورها القومي، دورها الرافض لأي عدوان في هذه المنطقة، والمتصدي لأي عملية خارجية تهدد المنطقة وما عليها. الأستاذ عدنان منصور، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، حللت ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية. شكرا. من المركز الإخباري بدمشق، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، وأجدد تحياتي أيضا لمركز الأخبار، متمنين لسوريا الشقيقة أن تستعيد عافيتها في أقرب فرصة، لكي تستعيد هي بدورها الدور العروبي الذي ما تخلت عنه يوما. مشاهدين الكرام، نحن في معركة نكون أو لا نكون، ولكن كنا وسنكون وستبقى سوريا بألف خير. عودة إليك كريم. شكرا جعفر، وشكرا لضيفك، وأيضا شكرا لفريق المركز الإخباري المفدي للبنان، والذي واكب اليوم يوم التحرير والمقاومة.